خرجت اليوم تدخل في إطار المتابعة اليومية لإشغال ترميم لملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن جزء من ألعاب الشان إن شاء الله في 2023. وكما تلاحظون الأشغال في طلق الإنجاز، كل الأشغال يعني تمشي بوتيرة مقبولة جدا، وكل المقاولين دعموا الورشات تاعهم بوسائل مادية وبشرية. وحتى فيما يتعلق باستلام المشاريع تم إعادة النظر في الرزنامة، وأعطينا تعليمات لكل المقاولين لاستلام كل المشاريع إن شاء الله نهاية جولي، والأشغال يعني تمشي تسير على أحسن الظروف الحالية. وكم بلغت نسبة الوتيرة لحد الآن؟ والله نسبة تتراوح ما بين مختلف الأجزاء، كاين أجزاء على وشك الانتهاء، كاين أشغال اللي ماشية مليح حتى 70-80%، كاين اللي انتهت، وكاين كذلك الإشارة. ونسبة فقط نسبة المركب بشكل عام كم تبلغ؟ تبلغ حوالي 80% من كل الأعمال التي يتم ترميمها وإعادة تأهيلها إن شاء الله. أيضا تحدثتم من قبل حول وتيرة العمل ومضاعفتها لتصبح 24 ساعة على 24. نعم. بالدوام الكامل. هذه كانت بتعليمات من سيد الوزير الأول، كنا طلبنا من المقاولين باش يعملوا فرق 3 على 24 ساعة، وبالفعل تم العمل ذلك مع بعض المقاولات، والأشغال تسير كما قلت في ظروف حسنة وجيدة، والمتابعة يوميا من طرفنا، وسنكون إن شاء الله في الموعد لاستلام كل أجزاء ملعب الشهيد حملاوي. ومتى سيستلم؟ نستلم كما قلت رزنامة نهائية هي نهاية جويلية إن شاء الله من هذه السنة. وأنت راضي اليوم على المعاينة؟ والله رغم شهر رمضان يعني كل العمال راهم موجودين في أماكنهم يعملوا، وإن شاء الله المتابعة اليومية ستكون إيجابية من أجل يعني استلام هذا الملعب إن شاء الله.